مهير إن كرة السلة الأهلوية على مدار تاريخها عرفت بعض النجوم الكبار واللي تألقوا في كل الصالات المصرية والإفريقية، لكن في بعض اللاعبين اللي حفروا أساميهم بحروف من نور في عالم كرة السلة، وعلى رأس اللاعبين دول النجم الكبير طارق خيري اللي بيعتبر أفضل صانع ألعاب في تاريخ كرة السلة بالنادي الأهلي، وواحد من أبرز الأسماء في المركز ده في تاريخ منتخب مصر. طارق خيري اللاعب اللي اشتهر بأنه حاوي كرة السلة المصرية، وده بفضل مهاراته الفردية الممتازة وقيادته لفريق النادي الأهلي إنه يحقق كتير من الإنجازات في ظل منافسة قوية جدا مع الاتحاد السكندري والجزيرة والزمالك. كمان اشتهر بأنه واحد من ملوك الثلاثيات، وفضل رقم 4 علامة مميزة في تاريخ كرة السلة الأهلوية، حتى بعد اعتزاله والتوجه لعالم التدريب. قام طارق خيري بثورة في كرة السلة بالأهلي، صعد العديد من اللاعبين الشباب زي سيف سمير وأحمد السلعاوي مع تدعي طارق الغنام وإبراهيم الجمال، وحصل على بطولة الدوري وبطولة إفريقيا في إنجاز تاريخي ليه. حالياً طارق خيري، واللي بالمناسبة ابنه مؤمن طارق خيري، بيعتبر حالياً واحد من أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة السلة المصرية، واللي حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا للشباب مؤخراً. طارق خيري بيعمل مدير فني لفريق أهلي جدة السعودي. الحاوي هيفتح قلبه ويعرفنا تاريخه ومسيرته العظيمة في عالم كرة السلة وكواليس بقائه في السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد، وتفاصيل كتير مع عمر ربيع ياسين وبرنامج نمبر 1. حب حضراتكم من جديد. عايز قبل ما ابدا مع الكابتن طارق انعي الاستاذ محمد صيام الناقد الرياضي والصحفي الكبير جدا اللي وفاته المانيه في الايام الاخيره، ربنا يرحمه يا رب. واحد من الصحفيين الكبار جدا اللي عندهم سيره محترمه، سيره عطره، لما دايما اسمه بيجي في اي مكان دايما بنتكلم عنه بكل خير، وبالتالي فقدنا واحد من اهم الـ يعني الكتاب الصحفيين الكبار اللي موجودين في مصر. يعني ندعي له بالرحمه ونقول لاهله ربنا يرحمه يا رب ويجعله في الفردوس الاعلى من الجنه كده ان شاء الله، ويصبركم ان شاء الله. دايما ندعي له دايما، احسن حاجه في حياه الانسان يا جماعه لما سيرته بتيجي دايما بكل خير. طيب كابتن طارق، يعني برحب بيك في وجودك معانا، الحمد لله على السلامه. انا عارف ان حضرتك كنت في السعوديه اتكلمت معانا هنا، والحمد لله يعني رجعت بألف مليون سلامه على خير. ازيك يا كابتن عمر الاول، وتحياتي ليك ولاسره البرنامج، وشكرا على الفيديو الجميل دوت، جديد من نوعه. يعني كابتن طارق حضرتك راجل يعني نجم من نجوم كره السله في مصر، ده حقك وده يعني اقل حاجه نقدمها ليك يا كابتن طارق. اشكرك، ربنا يخليك. يعني اتكلمت وقلت ان حضرتك كنت موجود معانا في مداخله هنا، حضرتك كنت موجود في السعوديه، ازمه كورونا حصلت والطيران قفل والدنيا قفلت، لكن الحمد لله حضرتك رجعت بالسلامه لاسرتك ولبلدك على الف مليون خير. قول لي بقى الكواليس وايه اللي حصل، ورجعت امتى وعملت ايه هناك؟ ده الموضوع كبير جدا. الدنيا خلاص وقفت وبقى في اتجاه كله سفر. هناك حصل زي ما بيحصل اي موظف او اي حد شغال في دوله، ارقام السفاره اتصلنا بيهم وبنينا ابلكيشن هناك ان احنا عايزين نرجع. الحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل للناس المسؤوله الهيد هناك، السفير والقنصل في اهلي جده. الناس مشكوره جدا، قالت لنا دلوقتي الطيران واقف، واول ما هيبقى في فرصه للطيران ان شاء الله تبقى انتوا اول ناس، لان احنا كنا من اول الناس اللي سجلنا اسمائنا اول ما قالوا يعني ابداوا املوا ابلكيشن او الكلام دوت. زائد احنا برضو هشكر تاني في ناس زمايلنا كتير قوي جوه مصر هنا بعلاقات كتير جامده تقدر تقرب لنا المسافه ما بيننا وما بين الناس المسؤوله. مين تواصل مع حضرتك هناك؟ في السعوديه؟ في السعوديه انت واحد منهم. هل معالي القنصل اتكلم مع حضرتك؟ السفير اتكلم مع حضرتك؟ السفير قاعد في الرياض، مدينه الرياض، فهو بعيد عننا. احنا كنا مع القنصل على طول بصراحه. الناس مشكوره جدا وتعبت جدا، لان كان الاعداد في السعوديه كبيره جدا جدا جدا. مصريين جدا، عدد كبير جدا، بس في منهم اللي مش عايز يرجع، في منهم اللي ما عندوش مشكله، بس مش كتير، لان اتجاه البلد يمشي كل الجاليات اللي هناك، هم عايزين عشان يحافظ على سلامه كل الناس اللي موجوده. بالظبط، عشان يقدر يحصر المرض، فكان عايز يسفر كل الناس، بس طبعا مش كل الناس هتسافر. اول ما بقى في طياره فعلا لمصر الطيران، بعد موضوع العالقين والعمره والكلام دوت، القنصل مشكورا هو اللي كلمنا. بالامانه دي حق لازم نقول له نشكره عليها، هو اللي كلمنا، وكان معايا مجموعه ماشيين في اكتر من اتجاه، معايا كابتن طارق محروس مدير فني اهلي جده يد، وكان ماسك منتخب مصر الشباب، واخدين تالت كاس عالم برضه، هو كان بيمشي في اتجاه
وانا بمشي في اتجاه لحد ما الحمد لله بقى في طياره واحنا عليها. طيب عملت يا كابتن طارق قبل ما تمشي، هل اتفقت مع اهلي جده ان حضرتك مكمل الموسم اللي جاي، ولا انهيت التعاقد معاهم بسبب الظروف، ولا لسه الموضوع معلق لحد دلوقتي؟ احنا قعدنا اكتر من قعده مع الناس المسؤوله. انا الحمد لله الناس هناك مشكوره ومقدره الشغل اللي انت عملته هناك. حصل اكتر من قعده ان هم شارين ان انت تكمل، ان عايزينك تكمل معانا. انا كمان شاري وجالي جنب ايجنت دلوقتي، هو ما عدا اهلي جده. يعني انا طول ما انا متعاقد في اهلي جده الايجنت ملوش دعوه بالنسبه بتاعته، انما اي نادي تاني هو مختص بيه. جالي اكتر من كام عرض هناك، بس اهلي جده بصفه خاصه انا مرتاح فيه نفسيا. القعده اللي قعدناها هناك قعده بسبب الكورونا مش قادرين نتفق رسمي على ورق، لان احنا مش عارفين عوده الرياضه امتى. انما انا قلت لهم انا شاري وهو شاري، فالموضوع عمليه وقت. سمعنا من يومين ان في عوده الرياضه في شهر 8، ممكن الاسبوع ده يبقى في تفاصيل كتير في الموضوع بالزبط. رسمي انما في اتجاه من الطرفين ان احنا نكمل. يعني رايك في كره السله في السعوديه شايفها عامله ازاي؟ هل تطورت متطوره؟ هل شايف ان حضرتك استعانه ببعض الاسماء الكبيره في مصر ممكن يخلي كره السله يعني زي الدوري السعودي دوري قوي جدا كده في كره القدم؟ الاستعانه بمدربين ولا لعيبه؟ مدربين، الاصل المدرب، المدرب بقى يستعين باللي هو عايزه بعد كده. هو في اختلاف، هو دوري جامد جدا، دوري سعودي دوري قوي جدا، بس في اختلاف عن الدوري المصري كبير. اولا مفيش قاعده في قطاع ناشئين كبيره جدا هناك، يعني ممكن تلاقي منتخب. بدات طب تفكر فيها؟ احنا اوريدي عندنا الحمد لله الفرقه الضعيفه بنحاول ندور لها. مهما الكورونا علقتنا كتير، يعني الموضوع كان، انما عندنا فرقه شباب كويسه جدا وفيهم ثلاث لعيبه احنا كنا حاطينهم بالاسم ان في المستقبل ممكن يتصعدوا في فرقه في فريق الدرجه الاولى. على المستوى الشخصي الدوري نفسه مدربين في امريكان وفي يونانيين، وفي هي المشكله كلها في قطاع الناشئين وفي عدد اللعيبه اللي بتتواجد دايما. الالتزام هناك الالتزام مش عالي، يعني ممكن اللي بيقول لك اللي بيمرن 9 10 لعيبه هناك ده حاجه يعني عمل اعجاز. هي دي المشكله الاصليه اللي هناك، الناس بتعتمد على 3 4 لعيبه واثنين محترفين. احنا بنحاول الحمد لله رب العالمين الفتره اللي قعدنا فيها هناك احنا على الاقل التمرين بنكمل 9 و4 منتخب، فانت تقريبا عندك قوام فرق، فده ده المكسب كبير قوي احنا عملناه في الفتره اللي فاتت دي، زائد النتائج اللي قدرنا نوصل لها. يعني مين اقوى، الدوري المصري ولا الدوري السعودي في كره السله؟ بصراحه المصري دلوقتي اقوى، لان انت عندك البنش دايما جامد اعلى من هناك كتير. انما هناك في 8 فرق جامدين جدا ممكن يبقوا لو بيلعبوا. ايه اللي خلاك كابتن طارق خيري يفكر ان هو يرحل عن الدوري المصري ويرفض عروض كتيره جات له ويخوض تجربه احترافه وتدريبه لاهلي جده السعودي؟ صح كده، جالك عروض في مصر كتير في الفتره دي؟ كان جالي نادي و يعني كنت خلاص اعتذرت عن النادي وخلاص تحدد مين جاي، وكان جالي نادي في نفس الوقت ما حصلليش في نصيب كده الاسباب. وانا كنت اصلا فكره ان انا ما اكملش، اللي انا كنت عايز ارتاح. يعني ايه عارف انت، هي فكره صعبه ان انت عايز ترتاح. يعني 4 سنين في الاهلي ورا بعض، ضغوط كتير قوي، هجوم بدون داعي من احنا مش عارفين الاسباب. احنا من وجهه نظرنا احنا راضيين عن الفتره ومحققين. انا عايز اقف معاك عند النادي الاهلي، حضرتك بتتكلم بشكل كده يعني خطف، لا انا عايز اقف بالتفصيل. النادي الاهلي في فترته ايه اللي حصل فيها؟ كابتن طارق خيري هو اللي رحل ولا تم الاستغناء عنه من قبل مجلس الاداره؟ قالوا له متشكرين خلاص يا كابتن طارق، ولا ايه السيناريو اللي حصل اللي احنا مش عارفينه او ممكن ما يكونش واضح للجمهور؟ لا بالظبط، انت في فتره التجديد الاشاعات بتكتر، موسم خلص اي حد بيبقى عنده معلومه اللي بيحصل جوه مجلس الاداره. انا جالي معلومه ان انت في كلام جوه ان طارق يجدد. اتصرف كلام ولا جالك معلومه؟ لا تفرق. معلومه اكيده مؤكده. ما تصرفش كلام يعني، حضرتك ما لقيتش الكلام متنطور؟ لا لا، حد جيب لك حضرتك المعلومه مؤكده. طارق يقعد، طارق يمشي، نجيب اجنبي، يعني في كلام. انا طبعي ما بحبش دي، يا كل الناس مقتنعه ان طارق محقق، ولو واحد بس في فكره ممكن يبقى التغيير من اجل التغيير. بس يا كابتن طارق صعب ان 12 واحد في مجلس الاداره يتفقوا على 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 اسم ممكن يكون في مؤيد ومعارض. طبيعي طبيعي. انما الاجواء نفسها الضغط كان جامد، اتنين واخدين القرار وبيوجهوا المجلس او بيوجهوا الناس ان انت يبقى في تغيير، مش عشان خاطر طارق وحش، تغيير من اجل التغيير. الفيسبوك او المواقع الالكترونيه في ناس متحامله عليك، ممكن الكلام ده بيبقى ضغوط. انا زي ما بقول اشتريت دماغي، او انا قلت ارتاح شويه، او انا ابعد عن المجال ده شويه. دايما لما بتبقى جوه الموضوع
وحتى وان وجهه نظرك محقق ومن وجهه نظر ناس ثانيه مش محقق، بعد فتره يقولوا لا ده احنا خسرنا الشخص، احنا خسرنا، بتفرق كتير قوي. طول ما بتبعد انت معدنك بيزيد تاني. دي كانت وجهه نظر، وانا فعلا كنت فعلا رافض تماما اني اشتغل. اتجهت لشغل تاني. حضرتك اللي بلغت الاداره؟ بلغت كابتن رؤوف بقى، قلت له ان انا مش هكمل ده اخر موسم ليه؟ قلت له رساله كامله، انا سمعت كذا ما كذا، ما حدش اتكلم معاك مجلس الاداره، ما حدش حاول ان هو يمسك في كابتن طارق خيري شويه علشان خاطر؟ لا، في ناس قالت لي زعلت ان انا قدمت اعتذار. يعني في ناس كان في حد متمسك، في ناس من اللي هي بتدعمك، لا الراجل ده محقق، الراجل ده احنا كنا فين وبقينا فين، الراجل ده على سقف طموحاتنا، احنا ما كناش كده. لكن ما حدش مجلس الاداره اتكلم معاك؟ احنا على النادي الاهلي ما فيش حد مجلس الاداره بيكلمك، انت المفروض نشاط رياضي. مش يا كابتن دلوقتي حضرتك موجود فريق اول، حضرتك اعتذرت بيكلموك يشكروك؟ نشاط رياضي يشكروك، ما حدش مجلس الاداره شكرك؟ لا كابتن محمود في جلسه قال لك لازم اعمل له حفله، لازم اعمل تكريم، ما حصلتش بس اتقال في مجلس الاداره. شايف يا كابتن ان في تفرقه عنصريه بين الكوره واللعبات الاخرى اللي موجوده في النادي الاهلي؟ ده طبيعي، ما يعني ما تزعلناش. طب ليه طبيعي؟ هات لي على حضرتك يعني امر واقع مفروض عليه، يعني مفروض على كل الناس اللي بتلعب لعبات جماعيه. كام برنامج في مصر بيتكلم على الباسكت؟ ممكن نقول طب بشكل مختلف بيتكلموا على اللعبات الجماعيه الثانيه مثلا؟ نادرا، ما بيحصلش. في يعني انا مقتنع بالفكره دي رغم ان كنا زمان بنتضايق. مقتنع ان الدخل نسبه الماليات او نسبه السبونسر اللي بيجي معظمه جاي اساسا عشان الكوره، ودلوقتي الدنيا اتغيرت في الالعاب الجماعيه، ممكن تبقى جماهيريا على صفحات كويسه، اعلام مش عاليه، انما العقود اللعيبه والكلام ده لا، في دعم جامد جدا. قريبه من الكوره. مين يا كابتن طارق من الناس اللي حضرتك زعلت منها في النادي الاهلي، او من غير ما نقول حتى اسماء، يعني مين هم اللي كان دايما بيتكلم على كابتن طارق واللي ما كانش مدعمه، واللي كابتن طارق كان عارف ان هو ما كانش بيدعموه ان هم رافضين استمراره في النادي الاهلي؟ هل من مجلس الاداره؟ هل من النشاط الرياضي؟ هل من اسره الباسكت؟ يعني انا عارف النادي الاهلي شويه عشان انا قريب، انا عارف ان في مجلس اداره، في نشاط رياضي، في الباسكت، فناس كتير قوي. بص احنا اتقلت في ظهرنا كلام كتير قوي، لو خضنا فيه انا اوريدي في ناس سقطت من حياتي بسبب الموضوع دوت. في مدربين بتحاربك، في مدربين طبعا من دون ذكر اسماء يعني. طبعا في مدربين احنا مصورينهم بيشجعوا فريق تاني. انا بكلمك بامانه، انا بكلمك طريقه العرض اللي اتعرضت في تغيير المدير الفني ظالمه. يعني مثلا ما ينفعش يتقال ان انت ما بتمرنش مثلا. طب كابتن طارق معلش انا عايز اروح لتليفون مهم جدا، هروح ليه وارجع مع حضرتك. زي ما قلت لحضراتكم في البدايه في الانترو ان جاكسون موليكا واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين في افريقيا في الوقت الحالي، وتعاقده مع نادي مازيمبي او ارتباط اسمه بالنادي الاهلي الفتره الاخيره يخلينا نروح لوكيل اللاعب او مسؤول التسويق في الشرق الاوسط، شركه اسمها بي ان بي سبورتس مانجمنت، يراسها فريدريكو باستوريلو، واحد من اقوى وكلاء اللعيبه اللي موجودين في العالم، وفي اثنين موجودين مسؤولين عن التسويق في الشرق الاوسط وافريقيا، نيكولا موريلي وادم السيد. علشان كده هنروح بقى التليفون مع نيكولا موريلي الفرنسي المسؤول عن تسويق اللاعب، وهنعرف موقفه من انتقاده للنادي الاهلي. نيكولا ويلكم اون النهار شانل، اتس ا جريت بليجر تو هافينج يو. I want to ask you at the beginning about of course Jackson Moleka. Is there any offers from or talks from Al Ahli to the player to be transferred in the upcoming season? For the moment, there is no official offer from Al Ahli. What can I say is that we are in touch with Al Ahli. The club has directly expressed his interest to sign the player for the next season. So we are at this stage for the moment. Okay. Give me one second, I will translate to the audience and then I'll be back to you. طبعا سألته في البداية، قلت له هل في أي عروض رسمية أو حتى محادثات ما بين الأهلي وما بين جاكسون موليكا؟ قال لي ما فيش أي عروض رسمية لحد دلوقتي، لكن في بعض الكلام أو في يعني بعض الإعجاب من النادي الأهلي للاعب، وفي انتظار أي عروض رسمية خلال الفترة القادمة. Nicolas, also about the offers, I want to ask you about how many offers that did Jackson Moleka received in general from Europe, from the Middle East, from Africa? Yeah, today we have a lot of clubs in Europe for Moleka. All the scouts in Europe know him very well. So we are in discussion with clubs in France, in Belgium, in Turkey, and also in Portugal. But Moleka is a very young player.
So his priority for him is to sign with the club that will give him the opportunity to play very regularly. I heard about big names in Turkey, in the Turkish league. I heard about big clubs. They are very interested to sign Muleyka. Is it true? Yes, it's true. طيب سألته على العروض اللي جات لمليكا لحد دلوقتي، قال لي في عروض كتيرة جات للاعب من أوروبا، فرنسا، بلجيكا، الدوري التركي. فأنا سألته بالأخص عن الدوري التركي وقلت له في أسماء كبيرة في الدوري التركي عايزة تتعاقد مع مليكا في فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية، قال لي بالفعل في بعض الأندية. نيكولا، do you think that Mazembe will release the player anyway for الأهلي or any other club? You know, it's difficult for me to speak for Mazembe. It's not my role. It's a big club. The president, Mr. Katubi, is a big president that works very well for his club. So I can't speak for Alari, for Mazembe. What about Muleyka? What about Muleyka, Nicola? Yeah, Muleyka is very attached to his club. So it would be very important for him that Mazembe be happy with his transfer. سألته على هل مازيمبي ممكن يبيع اللاعب أو يسيب اللاعب الفترة اللي جاية، قال لي أنا ما أقدرش أتكلم على لسان مازيمبي، لكن القرار ده في إيد مازيمبي. فقلت له طب موليكا شايف إيه؟ قال لي موليكا طبعا هو يعني مرتبط جدا بأسماء الأندية اللي بتفاوضوا الفترة الأخيرة، هو حابب إن هو يخرج من مازيمبي. نيكولا، إف زمالك توكس وذ موليكا، ويل يو أجري تو ترانسفير هيم؟ As you know, Zamalek is the rival club of Al Ahli here in Egypt. Yeah, not my knowledge. Not my knowledge. Sorry again. Can you tell me again, please? I have no contact with Zamalek for the moment. There is no contact. But if Zamalek talks with you about Muleyka, or if Zamalek speaks with the player to sign him here in Egypt, will you prefer him to go to Zamalek or Al Ahli? I have no opinion about that, Omar. No opinion about that. No opinion about that. The player can do anything he wants, but you will not decide for him. No. You know, for me, Al Ahly is one of the biggest club in Africa. So it's like Real Madrid or Juventus for us in Europe. So what I know is that Jackson, as an African player, is very honored and proud. About the LTS from a club like Al Ahly. سألته على طبعا بحاول أوقعه كده يعني بلغة الكرة، بقول له طب لو الزمالك اتكلم مع موليكا واتكلم معاك ممكن ان انت تودي موليكا الزمالك؟ قال لي انا يعني الزمالك ما اتكلمش معايا، وطبعا دي حاجة اكيد يعني اكيدة طالما هو بيقول كده. فانا بقول له بحاول أوقعه بطريقة تانية، بقول له طب هو لو الاهلي او الزمالك تحب توديه فين؟ قال لي ما اقدرش اقول لك. فقلت له طب رغبه اللاعب؟ قال لي رغبه اللاعب هو مرتبط اكتر باسم النادي الاهلي، عشان اسم النادي الاهلي واحد من اكبر الانديه اللي موجوده في افريقيا وفي مصر. نيكولا، ذا لاست اند فاينل كويستشن اباوت ذا بينالتي اون موليكا's كونتراكت وذ مازيمبي، از ذير اني بينالتي ذات الاهلي كان باي ات اند ساين موليكا ان ذا فيوتشر؟ نو نو، ذير از نو بينالتي لايك ذات ان كونتراكت. نو. No any penalties? No. No. Okay. Thank you so much, Nicola Morelli. طبعا Thank وكيل لاعب جاكسون موليكا، زي ما قلت لحضراتكم شركة بي ان بي سبورتس مانجمنت اللي بيرأسها فريدريكو باستوريلو، يعني واحد من أكبر الأندية، واحد من أكبر وكلاء اللعيبة اللي موجودين في أوروبا بالمناسبة، طبعا من أبرز اللعيبة اللي موجودين. لاعب زي لوكاكو، لاعب انتر ميلان، اللاعب البلجيكي. اخر سؤال طبعا يعني مش محتاج ترجمه، اعتقد ان قلت له هل في اي شرط جزائي بالنسبه للاعب في عقده مع مازين بيقدر الاهلي ان هو يتعاقد معاه مستقبلا؟ قال لي لا ما فيش اي. لخص لحضراتكم كده يعني اخي يعني الحديث او المكالمه، اول حاجه ان ما فيش اي عروض رسميه من الاهلي بالنسبه لجاكسون موليكا خاصة لاعب مازيمبي لحد دلوقتي، كلها كلام ومفاوضات في الوقت الحالي. موليكا عنده عروض من فرنسا وبلجيكا وتركيا بجانب كلامه من نادي الاهلي، دي عروض رسمية موجودة بالنسبة لموليكا. مازيمبي
لحد دلوقتي ما حددش اي قيمه ماليه بالنسبه ان هو يسيب اللاعب اي مبلغ. واخيرا بالنسبه للزمالك زي ما حضراتكم سمعتوا ما فيش اي مفاوضات من نادي الزمالك بالنسبه للاعب. واهلي او زمالك قال لك اللاعب مرتبط اكثر بالنادي الاهلي بيتكلموا معاه. والاهلي بالنسبه لموليكا احد اكبر الانديه اعرق الانديه اللي موجودين في مصر وفي افريقيا. طولت عليك معلش كابتن طارق بس كانت مكالمه مهمه جدا علشان كنا المفروض ناخدها في الاول. فيعني كان حصلت كده بعض المشاكل في الاتصال الدولي. طيب كابتن طارق عايز اتكلم معاك عن النادي الاهلي ورايك بشكل عام بقى في فريق كره السله في الوقت الحالي. انت خرجت فانت شايف طبعا بعين الجمهور او واحد مشجع من محبين النادي الاهلي، شايف فريق كره السله في الفتره الحاليه شكله عامل ازاي، خصوصا ان حضرتك المدرب الوحيد اعتقد اللي في تاريخ الاهلي حصل على بطوله افريقيا، صح ولا انا معلوماتي مش في الاهلي؟ ابطال دوري اهو، ابطال دوري صح كده، خدنا واحنا بنلعب اتنين ابطال كوس. لكن ابطال الدوري اعتقد ان ده الانجاز اللي حضرتك حققته، ده يعني حاجه قويه جدا بقى. فشايف الموضوع ازاي او فريق كره السله شكله عامل ازاي؟ لا الفريق السنه دي مدعم كويس قوي، اللعيبه اللي جت كابتن اشرف موافق فيها جدا. احنا موافقين ان انت عندك اتنين لعيبه مثلا خلصوا جامعه بره، فانت الاتنين فري. احمد اسماعيل ده كان لعيب في نادي الزمالك بس ملوش حق رعايه، ما كانش بيتسجل. وأهاب أمين اشترناه من نادي سبورتنج، وجبنا أيمن شوكت وعفاضيل من الجيش. التدعيم كان قوي جدا السنة دي، ده برضو حاجة كويسة. فرقتنا فرقة كويسة جدا السنة دي، ما وفقناش في دوري المرتبط، ولحد قبل كورونا كانت الدنيا ماشية كويس قوي في الاتجاه ان تلعب فاينل كاس وفاينل دوري السوبر. إنما مجمل شكل الفرقة السنة دي كتدعيمات، لا فرقة قوية جدا. في تطور الفترة الأخيرة قبل الكورونا طبعا بتكلم بشكل عام؟ في، لا احنا عندنا بقولك أربع فرق السنة دي، أو الزمالك مثلا كان أقل شوية، اتحاد أهلي اتحاد جزيرة، التلات فرق وصلوا لمرحلة إن التلات فرق جامدين جدا. ليه كان في متابعات أيامكم؟ يعني كلنا كنا بنتابع كرة السلة، وليه دلوقتي المتابعات قل؟ يعني أنا حضرتك لو تقول لي فريق الأهلي أو فريق الزمالك أو فريق الاتحاد أو 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 أي فريق موجود، فاكر اللعيبة، فاكر الأجواء، فاكر يعني المناوشات اللي كانت موجودة. دلوقتي المتابعات قلت مع إن حضرتك الدنيا اختلفت والسوشيال ميديا موجودة، بقى في تغطية أحسن، إيه السبب؟ أولا أنت بتحب إنك بتحب الباسكت أو بتحب الألعاب الأخرى، فدي حاجة مش كل الناس زيك. اتنين، زمان كان الناس بتروح تتفرج، عارفة الأسماء زي ما أنت بتقول. من بعد الثورة أنت دوري بدون جمهور، فطبيعي إحنا غير كرة القدم الماتشات مش زعقوا قليل، احنا قعدنا مثلا خمس ست سنين بس. انتوا يا كابتن بطوله دوري ابطال افريقيا اللي انتوا لعبتوها وكسبتوها كان فيها جمهور، كانت مقفوله. ده حدث يتحسب للنادي الاهلي، يتحسب للمجلس اللي كان موجود، يتحسب للدكتور مهند مجدي رئيس البطوله، ان هو اللي كان مسؤول. دي كانت ينسق مع الدوله، دي كانت بدايه عوده الاذاعه للمباراه الثانيه. من 2011 لحد 2016 مفيش ماتش بيذاع. فدي تعمل ازمه ان ما حدش متابع، كله عباره عن اخبار. لحد ما بدا يبقى في صفحات العاب اخرى، العاب الصالات بدات تغطي. طب حضرتك شايف ان الصفحات الموجوده على السوشيال ميديا دي شويه ممكن نقول ان هي يعني ملت الجاب او ملت الفواصل اللي كانت موجوده بين الجمهور وبين الرياضات المختلفه بشكل عام زي الباسكت والطايره وخلافه؟ اكيد ملت، بس سلاح ذو حدين. يعني ساعات بتبقى جانب ايجابي وساعات بتبقى جانب سلبي، واحنا في النادي الاهلي سلبي في التقطيع بدون داعي. يعني انا بتكلم على التقطيع، من حقك اعمل اللي انت عايزه وانكد زي ما انت عايز. يعني انا كانت مشكلتي مع اللعيبه ان انت بتقول له ما تخشش تقرا لحد ما نهايه الموسم، يعني في نهايه الموسم. انما لعيب داخل مثلا عمل ماتش كويس، ماتش مش متذاع، ويلاقي حد بيشتمه، هيجي يا كوتش طب انا اعمل ايه؟ ما تخشش تقرا، خش في نهايه الموسم. وطلبت الكلام ده من ناس كتير قوي كلمتني، قلت لهم يا جدعان اللي عايز يدخل التمرين يجي يتفرج، انا هستاذن له يجي يتفرج على التمرين ويشوف مين مقصر، عشان لما تيجي تكتب عن حق خالص ان هو يبقى موجود علشان ما حدش يقطع باللغه بتاعتنا في الرياضه عن اللعيبه اللي موجوده. ما تقدرش تمنع جمهورك انت اساسا. طب ما فريق كوره منع الجمهور. ما ينفعش ازاي هتمنعه ازاي؟ ليه؟ اما ممكن في قبل ماتش مهم ماشي انت عايز تقفل، ما انت ممكن كل المذيعين مش كلهم اهلاويه. وارد يبقى حد مدسوس او واحد من النادي اللي انت منافس ليك ممكن يصور التمرينه فيديو ويبعتها للناحيه الثانيه، وارد. انما مش طول السنه. لا طبعا انا مش مع القرار ده. يعني شايف ان كلمه ابناء العاملين دي كلمه شهيره جدا في الفتره الاخيره، اي واحد والده موجود في المجال كوره طايره يد اي حاجه، حضرتك شايف ان ابنه بيتظلم فعلا بوجود والده في المجال حتى لو كان موهوب قوي؟
انا ما مريت بيها. انا مؤمن كل سنه في شكوى عليه. مؤمن طارق خيري مؤمن كل سنه بيتكتب فيه شكوى. شكوى ان شكوى ان هو بيعمل ايه؟ انه ابن فلان ابن طارق خيري. طب مين اللي بيكتب فيه شكوى؟ اولياء امور. طب هو بياخد ايه زياده عن بقيه زمايله؟ مفيش خالص. مفيش. هي احنا عندنا مثلا تسجيل فتره التسجيل عندنا 30 40 لعيب، انت عايز منهم 17، ففي 13 هيمشوا او 14 او اكتر شويه، دول زعلانين. فكل اللي بيعملوه ان انت ممكن بقى. طب بصراحه يا كابتن طارق، حضرتك شايف مؤمن مستواه عامل ازاي؟ بصراحه انا عارف، انا اتفرجت عليه وشفته، لكن حضرتك والده ومعلش يعني يعني هقرص عليك. من حظي. تقول لي بقى رايك في مؤمن طارق خيري، هيكمل باسكت ولا مش هيكمل؟ شايف ان مستقبله عامل ازاي؟ هل ممكن يبقى واحد من نجوم كره السله في مصر؟ عايزك كده تقول لي عشان خاطر برضو الجمهور اللي بيتابع يبقى عارف والده بيقيم ابنه ازاي. بص انا هو اكيد سامعنا دلوقتي طبعا. انا عمري ما قلت له ان انت سوبر ستار. ماشي حلو ماشي. انما بالارقام مثلا في خلال التلات مواسم اللي فاتوا مكسب فرقته، طبعا التيم كله هو ليه دور بالمدرب وكل حاجه، بس انت لاست تراي مثلا باقي 20 ثانيه باقي 5 ثواني باقي 3 ثواني خسران او ايكوال ليه تراي ان لازم يشوط شوطه ان يعني ما يقلش عن 16 17 مباراه مخلصها في اخر تراي. ده واحد. اثنين هداف 3 بونت طول عربيه، هداف 3 بونت على مدار تاريخ كره السله في قطاع الناشئين، احسن لعيب في افريقيا، احسن كل الناس اللي بقى مش من الاهلي بقى يعني. لو قابلت زمايلي في اسكندريه اذا كانوا مدربين او لا امور زمايلنا ربنا يحمي لك. مهم جال عروض يا كابتن من مصر؟ انا عارف ان اللي بيلعب في الاهلي مش بيفكر هو... طبعا ما ينفعش يمشي. انا عارف من مصر. بس انا بتكلم هل مثلا الضغط اللي كان على مؤمن الفتره بصراحه يعني ضغط عليه هو الضغط على حضرتك وعليه اولياء الامور، موضوع ان هو ابن طارق خيري، موضوع ان هو لا. مش ممكن يا كابتن يسبب له شويه ضغط في حياته مثلا خالص الشكوى؟ نيجي مثلا للشكوى مثلا بيجي الشكوى فيه على احنا عندنا مثلا ابني وابن ياسر الفتوح وابن علاء زهران وابن كابتن نبيل بخيت جميل فيهم اربعه خمسه في جيل واحد فالشكوى بتيجي على الكل. طب هو طب كابتن الاولاد ذنبهم ايه؟ يعني الولاد ذنبهم ايه ان هم ان باباه طارق خيري؟ هل يا كابتن بعد كده كل واحد يطلع ابنه بقى يلعب بحاجه مختلفه عن الرياضه اللي هو بيلعب فيها؟ احنا سالنا السؤال ده يا جدعان. طب انا ولادنا اللي احنا ادينا للنادي يعني الحمد لله رب العالمين، واحد في تاريخه انت الحمد لله سايب علامه لما العلامه دي هيودي ابني يعمل ايه؟ يلعب ايه؟ دي صعبه. والحمد لله كانت الشكوى اصلا بتقع. كابتن طارق بيقول لي ده هم حتى مش اذكياء انه حاطين اسم مؤمن في الشكوى. يعني لما بتخش كانها الشكوى كيديه بسبب مؤمن. انما مجمل لا الولد ربنا يحميه. يعني العروض الداخليه كلها بتهريج لان هو ما ينفعش يمشي بره النادي الاهلي. انا لو هو حتى عايز لو ودي استحاله احنا مرتبطين بالنادي الاهلي ما نعرفش يبقى بره. انما بنناوش بعض تلاقي عضو مجلس اداره زميل في سبورتنج ما تجيب لنا مؤمن، تلاقي في الاتحاد ما تجيب لنا مؤمن. كلام بتهريج انما رسمي ما ينفعش. طب كابتن طارق خيري لو رجع اهلي جده مره تانية والاهلي المصري كلمه علشان يبقى موجود في الموسم الجديد على سبيل المثال، هل يسيب اهلي جده ولا ارتباطه بالتعاقد؟ التوقيت انا اتعلمت كده، لو ارتبطت الموضوع انتهى. ودي حصلت معايا في اهلي جده. ايه اللي حصل؟ 2016 بعد افريقيا انا جالي كابتن عبد الله مؤمنه من اهلي جده مفوض بعقد رسمي ليا وكان لكابتن طارق محروس برضه في نفس الوقت. وقعدنا وقت كاس العالم ما كنت ماسك منتخب الشباب 19 سنه. وكنت لسه مجدد في الاهلي من بقى لي اسبوع ما كملناش اسبوع، لسه بدري قوي على الموسم في شهر 5 او شهر 6. قلت له اسف انا الوضع كذا، العقد مغري جدا انما لازم استاذن النادي. دخلت النادي الباشمهندس محمود طارق اعتذر، خرجت من الاجتماع اعتذرت له طالما ارتبطنا بكلمه. بس يا كابتن في حاجه غريبه جدا بشوفها كده في صورك اللي موجوده على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، ان كابتن طارق خيري اي مكان بيبقى موجود فيه بلاقيه دايما حاطط قدامه السكتش بورد عليه لوجو النادي الاهلي واسمه من الانديه اللي هو حضرتك بتدربها او اللعيبه اللي موجوده يغيروا من لوجو النادي الاهلي ولا حاجه. ده بص دي جايه صدفه عامله لي مشكله. الاول اولا احنا مرتبطين بالنادي الاهلي وحب اللي حبنا النادي الاهلي مخليه غصب عنك انت مرتبط بالقصه دي. من ضمن الحاجات اللي خلتني اوافق على اهلي جده اسم النادي. اهلي جده مرتبط باسم النادي الاهلي المصري. البورد نفسه اتذاع كتير قوي على تويتر في السعوديه وفي التلفزيونات وخد انتقدوك في السعوديه ولا لا ده انا اتعامل معاه ولا اثنوا عليك؟
ناس كتير قوي شكرت انه منتمي للنادي اللي جاي منه. الراجل ده لسه مرتبط بالنادي روحانيا. العاب الصالات او الجمهور هنا شكروا فيه جامد. هناك كان ميتنج مع مجلس الاداره مشرف الالعاب لما شاف الصوره قال لي ما ينفعش. قال لي هم ناس كتير من هناك. التويتر هناك قوي جدا طبعا. تقول لي خليج تويتر اهلي جده كله كلم مجلس اداره وكلموا ناس كلموني ان على البورد يعني ممكن انا كان معايا اكتر من بورد منه. طب سامحني قلت له خليني نتابع نهايه الموسم احنا بنكسب فخليني متفائل بيه وبتاع. طيب هروح لتليفون مهم جدا احد من نجوم مصر في كره السله الكابتن هاني عبد المنعم. يا كابتن هاني برحب بحضرتك مساء الفل. ازيك يا عمر؟ ازيك حبيب قلبي؟ ربنا يخليك ومساء الخير عليك. وطبعا بنسعد بيك دايما. انت راجل نجم من النجوم وابن احد نجوم مشهور النادي الاهلي. مساء الخير عليكم. يعني كابتن طارق بقى موجود اهو معايا طبعا بيرحب بحضرتك. كابتن طارق يعني رجع بالسلامه الحمد لله اهو. الحمد لله على السلامه. طبعا طارق خد تجربه في السعوديه حقيقه كانت مشرفه جدا. اسعدتنا حتى كاسره كره السله واسعدت اسره كره السله الاهلاويه لان الراجل طبعا بيمثلنا في السعوديه. راي حضرتك في التجربه عايزه يكمل ولا خلاص ممكن يرجع مره ثانيه لمصر والدوري المصري بشكل عام كده ولا حابب يبقى موجود في النادي الاهلي بس يا اما خلاص مفيش نادي في مصر يكون موجود فيه غير الاهلي؟ بص يعني الحقيقه طارق من المدربين المتميزين جدا. يعني انا طارق علاقتي بيه ممتده وبعتبره اخويا الصغير يعني من زمان. هو كان لعيب مميز جدا ومن ابناء النادي الاهلي. خد يعني من الناس اللي صنعت تاريخ في النادي الاهلي وله بصمه كبيره. وقت ما تولى المسؤوليه الحمد لله حقق انجازات ممتازه جدا بالنسبه للنادي الاهلي احنا بنفتخر بيها. الراجل جاب بطولات ما كانتش موجوده وقدر ان هو يسهم في هذه البطولات بالنسبه للنادي الاهلي. احنا اولاد النادي الاهلي يعني وقت ما النادي الاهلي يبقى محتاجنا هنبقى موجودين بالنسبه للنادي الاهلي سواء طارق او غير طارق. اي من اللعيبه القدامى اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي او بيشتغلوا في مجال الرياضه يبقوا دايما تحت امر النادي الاهلي. ولكن ده موضوع متروك بالنسبه لاداره النادي الاهلي هي اللي بتختار الاوقات المناسبه تبقى ايه. ويعني الموضوع ده ما يبقاش مسار كده يعني. ما هو النادي الاهلي دلوقتي فيه اداره فنيه موجوده احنا بندعمها. احنا كاولاد النادي دايما بنقف ورا النادي في اي وقت من الاوقات. فطارق كونه موجود دلوقتي عنده يعني عرض خارجي او هو موجود في نادي اهلي في السعوديه مادي بشكل جيد. يعني انا كاخوه ما بنصحه ان هو يستمر في التجربه لانها تجربه ناجحه. وهو يعني النهارده طارق عمل اسم كبير الحمد لله وما زال يستمر. وقت ما النادي الاهلي هيبقى محتاج لطارق هيبعت لطارق. يعني يا كابتن طارق اكيد بقى بعد الكلام الحلو ده عايز تقول كلمه للكابتن هاني اكيد. لا هاني شهادتي معاه مجروحه. هاني داعم قوي لطارق وهو اخويا طول عمري بقول عليه اخويا الكبير وهو طبعا. اللي محتضنني من وقت ما دخلت لعبت في النادي الاهلي هو اللي كان متبنيني ومحتضنني لحد دلوقتي. يعني انا ما فيش اي موضوع في كده مجموعه اصدقاء هاني على راسهم حتى منهم السفر عشان اسافر كان لازم اقعد استشير بتاع منهم هاني في كل حاجه يعني. وانا السؤال انت بتقوله دوت هو كنا من اسبوع كنت قاعد معاه في نادي الصيد قال لي انا حابب ان انت تكمل التجربه دي بره تجربه ناجحه فكمل. حبيبي هاني. حبيبي يا كابتن هاني. شكرا جزيلا يا كابتن. ربنا يخليك. انتوا مثال الاهلاويه الجمال كلكم ربنا يحفظكم ويكرمكم دايما ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا يا كابتن هاني. كابتن هاني عبد المنعم واحد من نجوم مصر وسلف النادي الاهلي. لسه مكملين مع كابتن طارق خيري لكن هنروح لفاصل وبعديها نرجع نكمل. خليكم دايما معنا. مرحب بحضراتكم من جديد. لسه مكملين مع الكابتن طارق خيري. كابتن طارق قبل نهائي دوري ابطال افريقيا او دوري الابطال الدوري بقى زي ما حضراتكم بتسموه في كره السله كان في زياره من المهندس محمود طاهر حضرتك طلبتها منه قبل المباراه النهائيه. انا عارف الاحداث لكن عايز حضرتك بقى تحكي لي تقول لي ليه طلبت من المهندس محمود طاهر يكون موجود ويزور اللعيب. ده داعم معنوي الموضوع رئيس النادي. كان فيها يعني كان في حاجات قبليها ان حضرتك وصلت للمباراه النهائيه كان في بشوت اجهاد من حضرتك يعني اللعيبه شويه كانت محتاجه دعم نفسي قوي قبل المباراه النهائيه صح كده؟ مهمه جدا. بس حصل كده يا كابتن طارق كنت خايف لا خالص يعني ما كنتش انا مش قصدي خوف ان لا خوف ان اللعيبه تيجي عند المباراه النهائيه وكل حاجه تعبتوا فيها تضيع مثلا خالص برضه بالامانه ما شاء الله بالامانه. لا انا لا هم مسميين انت هم ناس بتقول لي انت مالك ليه بارد كده؟
ولو كنا كلمنا فيها كابتن هاني احنا كنا احنا الاثنين اكتر اثنين مصدقين ان احنا نكسب البطوله دي. واتسالت مع المهندس محمود طاهر، كان حصل دوشه كده قبل بطوله افريقيا انها هتتلغي، واقنعناه ليه وشرحنا كان في كده برضو جزء للاسف ناس بتلعب في ظهرك، فكانت اتلغت وخدوا قرار بالغاء البطوله وقدرنا نرجعها تاني. تمام. واتسالت في اجتماع رسمي طارق بيتكلم ليه في موضوع اداري المفروض ان هو نقول حظوظنا ايه في البطوله دي. قلت له ان شاء الله انا فاينل وهكسبها. ايه اللي حصل طيب مع باشمهندس محمود طاهر؟ كلمته قلت له اللعيبه بقى انا محتاج زياره من حضرتك قبل المباراه النهائيه ولا ايه اللي حصل؟ احنا كل يوم بنقابل باشمهندس محمود في النادي في وقت البطوله. بعد ما خلصنا السيمي فاينل طبيعي احنا مبروك وقلنا في المكتب مدير عام النادي وبتاع بعد اذنك يا باشمهندس احنا عندنا ميتنج كل يوم قبل المباراه في اوضه اللبس عندنا الوضع 1 2 3 4 انا استاذنك تيجي برضو لما رئيس النادي ومجلس الاداره يدخل انا شايفه يبقى حافز لان السبع ماتشات في 8 ايام انت بتتكلم في حمل بدني عالي جدا محتاج حاجات خارجيه غيرنا احنا اللي بنقعد نلم الولاد. ففعلا بالفعل جم على اوضه اللبس المجلس بالكامل وكلموا وسلم على واحد واحد ورينا الفاتحه مع بعض وشجع الولاد ونزلوا. كانت اصعب بطوله ممكن نقول في حياتك كابتن طارق كمدير فني او اصعب مباراه؟ اصعب بطوله هي بطوله صعبه. طب اصعب مباراه نهائيه ولا كان عندك مباريات صعبه قبل المباراه النهائيه؟ دور الثمانيه. ثمانيه كان صعب. الفرقه كسبناها 30 بونت وكسبناها بالعافيه في دور الثمانيه. تعرف الطبيعه بتاعتنا كبشر او كعرب بنكسب بيكون السكور كبير فانت كسب كسبان الفرقه دي ايزي جدا اتحولت. خلي بالك دور الثمانيه مباراه كؤوس عكس المجموعه انت بتجمع نقط. فدي ماتش كاس هم كانوا وفرقه جامده اصلا يعني احنا برضو خدناها في الافتتاح ثلاثينيه سريعه كده. فده كان ماتش اصعب ماتش عندي في البطوله ماتش نيجيريا ده. انا عارف ان الوقت بيجري معانا بسرعه بس في نقط سريعه عايز اسال حضرتك فيها وفي يمكن بعض الجمهور او بعض الناس اللي متابعه قوي مركزه في كره السله كانت بتسال الكابتن طارق خيري لما رحل عن النادي الاهلي كان في قايمه ان هو بعض الاستغناءات وبعض التعاقدات مع اللعيبه. جه الكابتن اشرف بعديه قعد اللعيبه اللي كابتن طارق كان عايز يمشيها وبالعكس جاب كمان لعيبه تعاقد معاها. فهل ده بيكون ماشي بشكل عامل ازاي او الموضوع الناس لما سالت حضرتك جاوبتهم بشكل عامل ازاي او قلت لهم ايه؟ لا دي يعني دي انا هقولها ناشي الاول الانديه. اي نادي نفسه ينافس على بطوله او هيغير مدرب او مدرب اعتذر زي الحاله بتاعتنا المفروض يبقى تحديد المدرب او تجديد المدرب بدري. ليه؟ احنا عندنا اللائحه في اتحاد السله مع نهايه اخر مباراه في عقودها ساريه لازم تسجل في خلال اسبوعين. لو ما سجلتوش في خلال اسبوعين في بقى من حقه يتنقل وفي شرط جزائي ويطالب النادي بالعقد بتاعه والقصه كده. بالنسبه للجزء بتاعنا احنا انا طبيعي بكتب تقرير، التقرير ده بكتب فيه مين ماشي ومين هيستمر وعايز مين. لو احنا هنجيب مثلا حد جديد بيبقى انت من بدر عينك عليه هتجيبه. ده حصل في لعيبه احنا كنا فينا اوريدي مشيناها، في لعيبه كانت لسه بتجدد كنا طالبين هي تكمل، وفي لعيبه قاعده. كابتن اشرف لما جه شاف ان في ناس من اللي احنا كنا مقعدينهم ان هي تمشي او هي ما تكملش، وفي ناس تانية كنا احنا ماشيينها قعدت. بالعكس بس بنناشد النادي ان دايما يبقى اتخاذ قرار للمدير الفني يبقى بدري عشان يقدر يحط قائمته. دي مهمه جدا. فعلى كده خلاص قفلت الموضوع وعرفت الناس القائمين على نشاط الراديو بالاخص كره السله علشان خاطر الموضوع ده كابتن ساعات كده بيحصل فيه اختلافات كتير جدا وخصوصا اللائحه. انت اللائحه بتاعتنا بقول لك احنا مثلا خلصنا 30/5 15/6 اجباري لازم تسجل لعيبه ليه ما يبقى عقده منتهي. فدي ازمه فبتحصل كتير قوي. احنا لما اعتذرنا بدري وكنا كاتبين تقارير بمين يقعد ومين يمشي كابتن اشرف جه وكان ممكن يبقى عنده علم او هو عنده داتا او عنده ناس هيقدر يجيبها استغنى بناس مشيت احنا كنا عايزين نقعدها هو في ناس احنا مشيناها هو رجعها والعكس. تابعت حضرتك اكيد تصريحات رئيس الاتحاد المصري لكره السله وقال ان هو يعني هيتابع النشاط او النشاط هيرجع مره ثانيه علشان السله تكون اول رياضه في مصر لما الدوله المصريه يكون في خلاص جاهزه والاجراءات الاحترازيه كلها يعني جاهزه وماشيين فيها بشكل كويس وان الدوله تعلن عوده النشاط الرياضي بشكل كامل الباسكت هيرجع. هل حضرتك شايف الباسكت يرجع والموسم يتم استكماله ولا ننهي الموسم بدون تحديد بطل او تحديد بطل ونبدا موسم من جديد ونستعد بشكل كويس بفتره اعداد محترمه وتجهيزات كويسه؟
لا انا مع الرياضه ترجع. ممكن انا بتكلم بقى على استكمال الدوري. استكمال الموسم ليه نشاط كبير جدا للمنظومه، فلازم تكمله، بس ادي فتره يعني، ايه خلي الفرقه تاخد فتره اعدادها. احنا باقي عندنا في الباسكت كام ماتش؟ دوره مجمعه فاينل او ماتش للاتحاد، خلاص هيلعب فاينل الدوري. فهو عنده البيست اوف فايف يعني. لو الفرقه من الاثنين كسبت ثلاث قول اربع مباريات او خمس مباريات في حاله التعادل، يعني بالكثير قوي خمس مباريات. فممكن تعمل فتره اعداد كامله وتدي مساحه طويله الناس تستعد كويس وتلعب الفاينل الدوري فاينل كاس. انت ما عندكش حاجه ثانيه، كلهم عباره عن ست سبع مباريات. مش فتره طويله فتقدر. انا النهارده كنت قاعد مع دكتور مجدي كده بسلم عليه في رئيس الاتحاد المصري لكره السله، وهو او الاتحاد قلبهم ميت يعني. افتكر ايام الثوره النشاط في كل الالعاب وقف، باسكت بس اللي كمل. هم قلبهم ميت، هم عندهم الرياضه هترجع. حتى اتسالوا سؤال قدامي، ما هي الرياضه هترجع يا كابتن طارق؟ بس انا بتكلم على دوري السله. احنا دلوقتي زي كوره بين نارين، هل الدوري لما الدوره المصريه تقول احنا خلاص رجعنا الرياضه ترجع بشكل كامل، هل الدوري هيتم استكماله ولا نلغي البطوله ونبدا بطوله من اول وجديد؟ ده السؤال، عشان خاطر كده كده الرياضه راجعه ان شاء الله. كل الناس عايزه الرياضه ترجع. انا راضي مع استكماله. استكمال طيب لو تم الغائه زي الكوره مثلا، او الكوره قررت ان احنا مثلا الاتحاد المصري يلغيه او يتم استكماله، هل حضرتك شايف انه يتم تحديد بطل ولا عدم تحديد بطل، ولا دي ممكن تعمل شويه حساسيه شويه بين الانديه بينها وبين بعض؟ اكيد انت هتعمل بطل. يعني مثلا الزمالك بطل الدوري السنه اللي فاتت، هو بره المنافسه، خرج من بدري، تدي له الدوري؟ مش مقنعه يعني. فلازم تكمل يعني. انا وجهه نظري تكمل، وخصوصا ان فيها حاجات ماديه بقى يعني. انت دايما بنتكلم في الجزء الجانب المادي. انت عندك بطولتين، لو في النادي الاهلي خدت البطولتين الجهاز واللعيبه هتستفاد ماديا، فانت ليه تحرمهم من القصه دي؟ طيب تعالى ناخد راي سياده اللواء عمرو عاشور المدير الفني لنادي سبورتنج. سياده اللواء برحب بحضرتك. اهلا بيك يا عمر، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، كله تمام؟ كل الحبايب. اهلا بيك. كابتن طارق خيري طبعا بيرحب بحضرتك، هو موجود ضيفي طبعا وبيسلم عليك يا فندم. اهلا بيك يا كابتن، طورين الدنيا كلها يا غالي، ربنا يخليك. نورك. يعني يا فندم بتكلم مع الكابتن طارق عن استكمال بطوله الدوري الخاصه بكره السله، هل حضرتك شايف ان يتم استكمال البطوله في حاله عوده النشاط مره ثانيه، ولا يتم البدء بموسم جديد علشان فتره الاعداد وفتره يعني الراحه بالنسبه للعيبه اللي كانوا مريحينها فمحتاجين فتره اعداد قويه؟ راي حضرتك ايه يا فندم؟ والله بص انا مش عارف اقول لك رايي ولا اقول لك اللي هيحصل. لا حضرتك قول لي الاول راي حضرتك يا فندم. طيب احنا لو بصينا للراي الشخصي هو قرار دوله احنا كلنا هنلتزم بيه. تمام. قرار رئيس يعني احنا كلنا ملتزمين بيه. تمام. لكن لو بصيت لي اللي هيحصل، الطبيعي ان اول ما افتحوا النشاط الاتحاد المصري لكره السله اعلن الكلام ده، اعلن هيعمل ايه خلال الفتره الجايه. يمكن ده اول اتحاد يعلن هذا الكلام عن طريق الدكتور مجدي ابو فريخه، كان مع زميل العزيز شوبير. تمام. قال ان هو ان هيبتدي السيزون من يوم 1/7 يعتبر، الانديه هتفتح اعتقد 15/6 عشان تسجيل الشراكات وكلام من ده، لكن هتبقى جاهزه لاستقبال الفلول اللي هتبقى نفسها تنزل الانديه من 1/7. من 1/7 هيدوا في حدود شهر ونص لحد نص 8 عشان الانديه اللي لعبتها لسه مأنتخة في البيت ومريحين يلحقوا يعملوا اعداد لمده شهر ونص وقد تصل الى شهرين. تمام. وهيبتدوا هيكملوا سيزون كره السله، هيكملوه مفيش حاجه اسمها، هم عندهم السيزون ممتد لحد 31/12. تمام. فهيكملوه خلال الفترة دي من 1/9 ل1/10. وبعدين بتاخدوا 15 يوم راحة ويبتدوا يخشوا في السيزون الجديد ويبتدوا السيزون الجديد بتاعهم من 1/10. طبعا الكلام ده مفيد للأندية اللي هي هتنافس، أو بمعنى صح اللي هي زي ما كابتن طارق كده بيقول إنها موجودة في المنافسة. عبده مشتاق يعني، عبده مشتاق بيستنى ايه؟ ما عايز اي بطوله. ففي عندنا انديه طلعت بره المنافسه ومستنيين ياخدوا بطوله على اي اساس؟ انا شايف ان ده برضه في حد ذاته حرام، ان انت بتضيع مجهود
جهاز فني واداري وطبي ولاعيبه واسرهم وراهم يعني. فالطبيعي ان احنا نحدد لو في فرصه ان احنا نحدد من هو بطل الدوري دي تبقى حاجه جميله يعني. المتابعات على فكره في الدرجه الاولى ولاد هتبقى اسهل من البنات كتير يعني الاهلي والزمالك والكبيره والاتحاد وسبورتنج والناس دي كلها هيبقى سهل ان هم بيخلصوا خلاص فاضل لهم يعني حاجات بسيطه وخلصوا الدوري. لكن يمكن في الماتشات بتاعت البنات لسه لهم يعني شقلت ماتشات يعني. ومع ذلك انا بقول لك ان انا مع استكمال الدوري طبعا وده حق مشروع لكل المديرين الفنيين اللي عايزين ياخدوا بطوله. صح ولا انا غلطان؟ لا مظبوط طبعا يا فندم. طب المتابعات يا فندم حضرتك المتابعات صعبه فتره الكورونا دلوقتي مع لعيبه حضرتك ان حضرتك بتحاول ان حضرتك تمسك العصايه من النص ما بين ان اللعيبه تحاول تتمرن على قد ما تقدر وان الموضوع ما يفلتش منهم علشان فتره الاعداد لما ترجع يكونوا واقفين شويه على رجليهم، ولا بصراحه الموضوع كده ولا كده محتاج فتره اعداد قويه جدا؟ بص هي بتختلف من لعيب للعيب عشان بس حد تكون في الصوره. تمام. في لعيب بيحب يحافظ على نفسه فبيشتغل على نفسه في البيت واحنا بنبعت لهم فيديوهات وبنظبطهم وبنعمل لهم حاجات كتير قوي. لكن في لعيب بينتخ يعني انت مهما بعت له ومهما عملت له ومهما كلمته في التليفون ومهما تابعت معاه لايف ومهما دخلت معاه في فيديو كول ومهما عملت هتلاقيه برضه بينتخ يعني. هو طبيعته كده. فانت اصابعك مش زي بعضها. عندك اللعيب الجاهز عشان كده الاتحاد المصري ادى في حدود شهر ونص او شهرين عشان لسه يستكمل هذا النشاط عشان ما تبقاش فيه اصابات للعيب. تمام يا فندم بشكرك يا فندم. على فكره الكلام ده يعني ده بنقول عن لسان الدكتور مجدي وفيقه رئيس الاتحاد المصري. على وجود حضرتك معايا سيادة اللواء عمرو عاشور المدير الفني نادي سبورتنج، يعني كابتن طارق اكيد المتابعات بالنسبه لك بقى مع اهلي جده مع لعيبتك، هل بتتابع ولا بالنسبه لك دلوقتي الموضوع واخدين اجازه من بعض شويه؟ لا اجازه، احنا واتساب بس بنتابع الاخبار. بيتمرنوا؟ طيب بيتمرنوا. بتشرف على تمريناتهم ولا؟ احنا اصلا في دي فتره سلبيه زي ما بقول احنا ما عندناش حاجه بس خلص. هم بيتمرنوا يعني هم كل واحد يكلمني انا شغال فيتنس بالشكل الفلاني. فالموضوع في ناس بتشتغل هناك على زي هنا، ما هنا ناس كتير شغاله في الخبيثه. مين من اللعيبه اللي حضرتك نفسك تاخدها معاك السعوديه لما النشاط يرجع والدنيا ترجع كده بشكل جميل وكل حاجه تبقى كويسه من مصر؟ محترف ولا من مصر؟ ما لازم هيجي محترف. لازم مش محترف. محترف مين؟ لا لعيبه كتير قوي الموضوع يعني ده. قول لي مثلا يا كابتن ثلاث اسماء اسمين ده غير مؤمن. غير مؤمن طبعا، انا عارف ان مؤمن عايز يجي كده كده. انا 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 لو هاخد احتياجاتي هناك يعني محتاج سنتر، ممكن اخد عمر طارق او سيف. تمام. حاجه في البوزيشن ده. ممكن تاخد من الزمالك نفسك؟ طب مين من الزمالك ممكن تاخده يعني؟ مين هو انس؟ انس جوكر. انس اسامه بيفوت سنتر بيفوت بس يقدر يلعب في اكتر من مركز. هو مهم جدا في فريق الزمالك وفي البوزيشن اللي بره. انا مرتبط بالاهلي فانا كل اجيب لك اسماء كل اللي في الاهلي. بس اكيد في حضرتك اسماء يعني لو سالتك حتى في الكوره ممكن لو واحد بيلعب في الاهلي مين من لعيبه الزمالك نفسك تبقى موجوده هيقول لي مثلا اسمين عشان كده هم من اقوى الانديه الموجودين في مصر او اقوى ناديين في مصر، اهلي وزمالك فيهم احسن لعيبه اللي بس موجودين. انا مرنت هنا فانا فانت فمرنته فانت عارف كل مميزاته كل ايه. ما فكرتش تاخد مؤمن معاك السعوديه بصراحه؟ ما نفس القصه، ما فيش لائحه مش موجوده، ما ينفعش. ماشي يعني ما فكرتش ان حضرتك لو هم طلبوه مني على فكره. ما بالظبط ما فكرتش ان لما يكون في لائحه او يتم فتح لائحه خاصه بمؤمن ان هو يكون موجود. طموحات مؤمن اكتر من اللي انا عايزه يعني. مؤمن اولا جوه النادي الاهلي مؤمن نفسه يبقى في الدرجه الاولى حاجه مميزه مش حاجه يقعد يعني. هو حتى كلامه مع مره حكى لي حاجه مع كابتن اشرف وهو بيتمرن وناشئ صغير. كابتن اشرف بيكلمه قال له كوتش انا مش جاي اتفرج له عشان ابقى اكمله عدد. قالها كده. ما انا بقول لحضرتك فهو ما تعودناش ان في حد صغير يبقى طموحاته عاليه جدا. هو طموحاته ان هو يطلع من بدري قوي يلعب في الدرجه الاولى يلعب يبقى اساسي. فصعب جدا تقدر توجهه على حاجه الا اذا كان راح اوروبا يعني. هو كانت امنياته من امنياته برضه ان هو يلعب في اوروبا مش في امريكا مش في ام بي يعني امريكا اوروبا. هو شايف الدوري هناك دوري قريب مننا بس ليفل تاني. طب ليه عندنا كابتن عدد المحترفين في مصر في اوروبا او في اي حته بيكون قليل؟ هل الموضوع بيكون له علاقه بثقافه لعيبه ولا مفيش سوق في كره السله مفتوح ما بين مصر واوروبا او حتى امريكا؟ الله ينور عليك. احنا ما عندناش سوق او ما عندناش حد. مين السبب؟ مين المقصر في النقطه دي تحديدا؟ ممكن احنا كاسم. انت برضو مهما كان بص انت لما بيجي لك اتنين لعيبه
او مجموعه لعيبه هي سبونسر هيوديهم ناحيه اوروبا، واحد من مصر، واحد من اليونان، واحد من كرواتيا، واحد من صربيا، انت بتميل للمدارس اللي اسمها عالي غصب عنك، فدي بيتظلم فيها اللعيب المصري. انما احنا عندنا لعيبه تقدر، عاصم مرعي قدر، قدر وليفل يعني، بيلعب في المانيا شايل، بيلعب في تركيا شايل. الخطوه بس ان اللعيب يروح وياخد الفرصه، لا عندنا لعيبه كتير كويس، عندنا لعيب في الام بي بس هو حياته كلها في امريكا. لو الدوري، لو النشاط في مصر هو هيفتح يعني ان شاء الله، بتكلم على الباسكت ان هو فتح قبل السعوديه، كابتن طارق خيري احد الانديه المصريه كلموه عشان يكون موجود، هتتعاقد ولا تستنى لحد ما السعوديه تفتح هي كمان وتكمل مع اهلي جده؟ لا انا لحد دلوقتي انا مستني، ما انا جالي عروض. جالك؟ طب يا كابتن ما قلتليش. لا كابتن طارق سيد مساكت كل ده كده، ما الحاجات دي ما بيجال. انا جالي ان في جالك الايام دي عروض في مصر، كلموني في السعوديه عارفين الكلام ده، وجالي ناديين في السعوديه. وسيبك من السعوديه، لان أنا مش يعني حاسم امري بعد اهلي جده، انا مرتاح هناك. وهم اللي قالوا لي طب هتعمل ايه في العروض اللي جات لك من مصر؟ هم الاتفاق اللي ما بيننا وما بين الايجنت ان احنا نقدر نعلق الرد بتاعي على اهلي جده، فمدين مهله المفروض اخر الاسبوع الجاي. طيب احنا كابتن في اخر كل فقره بنلعب لعبه اسمها الصندوق الاسود، يمكن غايبين عن مشاهدينا بقى لنا فتره، لكن نفكركم سريعا. الصندوق الاسود بيكون فيها اسرار عن ضيفنا اللي موجود معانا، فالكابتن طارق هو اول واحد هيفتح الصندوق الاسود معانا في حلقات نمبر 1. جنبك على اليمين هتلاقي كده، لا على اليمين مش على الشمال، هتلاقي في صندوق هاتوا بقى قدام حضرتك، ده بيكون فيه اسرار الكابتن طارق خيري، هتفتحه مفيش اسرار وهتسحب سر سر. انا كتاب مفتوح على فكره. ماشي كابتن طارق، ما عنديش اسرار من عيوب يعني. ده التلات ورقات. طب خد واحده الاول وقول لي رقمها عشان نعرضه على الشاشه وتقول لي السؤال بتاعها. رقم كام يا كابتن طارق؟ رقم 3 يا كابتن. رقم 3، 3 يا شباب. هتقرا لي السؤال؟ ده خد من كلامي عمل اسئله. اربع عزومات وراء التتويج باربع بطولات متتاليه. ايه اللي حصل؟ لا ده موضوع كبير جدا كابتن عمرو كان معانا في بص حضرتك. احنا الحمد لله رب العالمين بعيد عن المجال الرياضي، احنا عندنا كده مجموعه اصدقاء بنسميها زي شلل. صح. يعني عندي شله السيده، شله الدراسه كده. دي من ضمن كل عزومه ببطوله. بسم الله ما شاء الله. هم دي انا جداد عليهم، هم مجموعه قديمه جدا من لعيبه قدامه، ناس في نادي الصيد، ناس بره المجال الرياضي، ناس محترمين جدا والكلام ده. عندنا كانت بدايتها من بعد افريقيا. عندنا مثلا دوري المرتبط بيتلعب في اسماعيليه. في شهر 11 او 12، انا عيد ميلادي في شهر 12، وفي معايا تقريبا على ما اذكر الدكتور محمد علي نائب مدير نشاط رياضي نادي الصيد في شهر 12. هنعمل عيد ميلاد. الفاينل مثلا بتاع البطوله اللي بتتلعب مثلا في اول 12، يقول لك احنا هنعمل عيد ميلاد طارق ونحتفل بالدرع الدوري او درع الكاس او بطوله الدوري المرتبط في عيد الميلاد. دايما بيبقى الكلام قبل الماتشات بحوالي شهر. طب احنا افرض خسرنا، احنا في ماتشات اللي خدنا الكاس كان يوم عيد الميلاد. يعني افريقيا كانت 16/12 بعد، ما لناش دعوه. والعزومه تقيله يعني، عزومه حاجه دبح، حاجات كبيره وبتاع والكلام ده. سبحان الله الاربع مرات اللي اتعمل فيهم عزومات خدنا فيهم اربع بطولات. بسم الله ما شاء الله. بامانه دي حاجه غريبه جدا، بقت حاجه زي تفاؤل، زي مثلا مؤمن جاي من افريقيا. مؤمن اللي هياخد افريقيا عاملين عزومه. كانت برضه فدي من الحاجات الغريبه او الحاجات الملفته لينا احنا كاصدقاء او كشله وبنتفائل بيها. طيب اسالك كابتن سؤال، انا يعني هساله لك ده من ضمن اسئله الصندوق الاسود. في احد المسؤولين في النادي الاهلي اتفاجئت ان هو واقف جنبك في فتره من الفترات اللي كانت فيها والده حضرتك تعبانه، ف يعني انا عارف ان ده حصل، بس الكلام ده بقى حضرتك تحكوا لي من بقك يكون احسن بقى. ايه اللي حصل؟ اتفاجئت بحد كان واقف جنبك في مكان عندك مرض والدتك، وكان حضرتك في وقت من الاوقات كده حضرتك كتير واقفين، لا بس في واحد كده اتفاجئت ان هو واقف معاك، احد المسؤولين في النادي الاهلي. لا ما هم كتير، انت قول لي قول لي اسمح لك الموقف. لا لا مش هينفع، لا مش هينفع. في ناس واقفه معايا، في ناس ادتني مقابل مادي.
طب ايه اللي حصل بقى يا كابتن؟ طب قول لي كده بشكل عام عشان خاطر انا مش عايز اقول اسم المسؤول عشان حضرتك عارف ان دي بتبقى دايما يعني الناس بتقف جنب بعض في مواضيع ماليه الشدة. فيها مواضيع ماليه؟ لا لا انا بتكلم بشكل عام، ايه اللي حصل يا كابتن وقت يعني الظروف اللي حضرتك كنت بتمر بيها، مين اللي وقف جنبك بقى، مين اللي كان بيدعمك؟ الموضوع كان صعب عليك نفسيا وكان صعب عليك طبعا والدتك طبعا. انا دكتور مهند مجدي معيده مجلس اداره، ما كانش بيسيبني لحظه في الوقت ده بالتليفون. الحاجه اللي هقول لك بقى حاجه غريبه جدا، ان انا مؤمن ابني مرتبط بوالدتي جدا، ما يعرفش ان هي في المستشفى او ما يعرفش ان هي بتموت، لان احنا الدكتور قال لنا ان خلاص الموضوع عمليه وقت. وانا عندي مرتبط في كاس ورا بعض البطولتين في شهر واحد. خدنا المرتبط وهي على وشك خلاص عمليه وقت، وخدنا الكاس بعد ما توفت بحوالي اسبوع و10 ايام. انا بقول لك في كتير. الموقف الاغرب برضو مش عارف اقول اسمه ولا لا، انا جالي تليفون بمبدا يعني حد قال لي انا من طرف فلان الفلاني مدير مكتبه، وسمع منين ما كانش موجود في مصر ساعتها، وسايب لي مبلغ مالي ده دعم لعلاج والدتك. حاجه ما بتحصلش كتير. ما انا عشان كده مش عايز اقول اسامي يا كابتن طارق. في حاجه انما كتير بصراحه، اللي كانوا قليلين اللي يعرفوا ان هي كانت تعبانه. فاللي لا الواحد زي الدنيا انت كده، حبايبك كتير قوي وانت الحمد لله اجتماعي شويه، فبتمنى كل الناس الخير، فدايما تلاقي ناس كتير قوي جنبك. شكرا كابتن طارق، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، شرفتنا ونورتني، واتمنى لك التوفيق يا رب، واتمنى لك النجاح ايا كان بقى في مصر في السعوديه، ربنا يكتب لك كل خير ان شاء الله. يا رب. شكرا ليك كابتن عمر. شكرا ليك. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الاولى، نروح لفاصل وبعديها نرجع مع النجم محمد ابراهيم لاعب مصر للمقصه.